تحت شعار إنقاذ أهل غزة، أعضاء بارزون في مجلس الشيوخ الأمريكي التقوا خلال الأيام القليلة الماضية بعدد من أركان الإدارة الأمريكية، وأبلغوهم أن استمرار تجميد المساعدات الإنسانية لأهل القطاع أمر غير مقبول، وينذر بكارثة ستطال أمن المنطقة بما فيها إسرائيل التي تعمل أمريكا على حفظ أمنها. هناك عدد من هؤلاء الأعضاء الذين يعتقدون بأن تدهور الأوضاع على الأرض ستؤدي إلى المزيد من عدم الاستقرار، إلى المزيد من أعمال العنف، وهذا لا يخدم لا مصلحة إسرائيل ولا مصلحة الولايات المتحدة، وبالتالي فأن هذا موقف آخر. الأمر الثالث هو أن حتى داخل الجالية اليهودية الأمريكية هناك أيضا تغييرات في المواقف، وهناك بعض الأطراف التي كانت تمارس الضغوط بأنه يجب عدم الذهاب بعيد في استخدام هذه المساعدات لأنه سيكون لها تداعيات أيضا إنسانية، وهذه لن تخدم مصالح لا إسرائيل أيضا ولا أمريكا. لم يكتفي الأعضاء بهذه اللقاءات، وإنما دعموا طلبهم هذا بوثيقة رسمية أرسلوها لوزير الخارجية مايك بومبيو ولمدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مارك جرين، أكدوا فيها أن هذه المساعدات ستذهب لأهل غزة وليس لحركة حماس، وطالبوا بتخصيص الآتي: 17 مليون دولار للمساعدات الإنسانية، 36 مليون دولار لتوفير فرص عمل في غزة حتى عام 2020، 34 مليون دولار للرعاية الصحية لأهل غزة، 15 مليون دولار كمساعدات لدور الحضانة ورياض الأطفال، 7 ملايين دولار لإنشاء هيئة لمراقبة أوجه إنفاق المساعدات في غزة وضمان وصولها للمواطن الفلسطيني. وقال بيرني ساندرز المرشح الرئاسي السابق إن الوضع الحالي لأهل غزة غير مقبول على الإطلاق. When you have almost 2 million people living in Gaza. عندما يكون لديك مليوني مواطن في غزة يعيشون ظروفا صعبة، يشربون مياه ملوثة، والبطالة بينهم تصل إلى 60% ولا يمكنهم المغادرة، فهذا غير مقبول. هذا بجانب نتنياهو الذي يقضي على حل الدولتين عبر بناء المستوطنات. الأعضاء وعلى رأسهم دايان فاينستاين نبهوا ترامب إلى تقرير الأمم المتحدة الذي ذكر أن غزة لن تكون قابلة للعيش بحلول عام 2020، وحملوه المسؤولية الأخلاقية عن ذلك. كثيرون هنا يقولون إن غزة أزمة إنسانية، ويقولون أيضا إن الإنسانية في أزمة بسبب غزة. خالد خيري، الغد، واشنطن.